اسمع ليا. اتولدت وعشت طفولتي في الحي ده، حي لافرانك، لحد ما كان عندي 8 سنين. وكنت فاكره ان انا كنت بتمشى مع اختي اللي اكبر مني للمدرسه، وكنت بعدي شارع اجيب حاجه اسمها دندش. انا كنت مسميها دندش، كان عايش كده عليه سكر كنت بجيبه من الفرن اللي قدام البيت. وفي الويك اند كنا بنروح نلعب في الجنينه اللي قدام مكتب بابايا اللي كانت جنب البيت برضه. مهم، مرت السنين ودخلت الجامعه في مصر، وكنت بستنى الويك اند يجي بفارغ الصبر عشان انزل اسماعيليه واتفسح في حتتي. ده كل اللي انا كنت اعرفه عن اسماعيليه، لحد لما قررت اقدم على ماجستير في امريكا. والحمد لله جات لي منحه من MIT عشان اعمل ماجستير بتاعي في العماره. المهم، جت اخر سنه في الماجستير والمشرفين بتوعي قالوا لي يلا تعملي مشروع التخرج بتاعك على ايه؟ قلت انا هعمله على الحته اللي بحبها طبعا، مدينه اسماعيليه. انا كان عندي 2 مشرفين وقتها، واحد متخصص تاريخ عماره والتاني متخصص اربن ديزاين او تصميم عمراني. متخصص التاريخ قال لي جمعي كل الحاجات اللي اتعملت على اسماعيليه كلها، كل ما اجيب له حاجه يقول لي تاني. دورت في المكتبات بتاعت MIT وهارفرد وعلى النت، وخليت بابايا يكلم كل الناس اللي يعرفهم اللي ليهم علاقه باسماعيليه ويجيب لي كل الحاجات اللي اتعملت. وجبت صور وخرايط قديمه وجديده وكتب ومراجع وكل حاجه. اظن اني ما سبتش حاجه اتعملت او اتقالت على اسماعيليه وتاريخها العمراني الا وقريتها. واكتشفت وقتها ان اسماعيليه اللي انا كنت فاكره نفسي اعرفها بقالي 25 سنه دي طلعت مدينه ثانيه خالص. اول حاجه اكتشفت ان اسماعيليه اللي انا حبيتها طول عمري مش من مصر اساسا، وان سكانها الاصليين كانوا فرنساويين وهم اللي صمموها. بعدين عدى عليها بقى الاحتلال البريطاني، وكان في وقتها المقاومه من الاسماعيليه ضد الانجليز، واللي على حسها اتعمل عيد الشرطه بتاع 25 يناير. بعدين اللي اكتر من كده لما اتأممت القناه وقامت الحرب واهل اسماعيليه اتهجروا لمده 7 سنين. الحته دي بصراحه انا كنت عارفاها قبل كده من مامتي وبابايا. المهم، بعد 7 سنين دول رمموا المباني اللي اتبهدلت في اسماعيليه وبنوا احياء جديده. فلو جينا تخيلنا كده ان كان في جوجل ايرث في سنه 1863 كان هيبقى ده شكل اسماعيليه. وبعدين لو جينا نبص على اسماعيليه من سنين قريبه هنلاقي ان ده بقى شكلها. وعلشان نفهم التغير او التطور المدينه في ال 150 سنه اللي فاتوا، انا لو قلت لكم كل المباني بالاسود واللبني ده البحيره والقنال، والاخضر ده الجناين والمساحات الخضراء، وكل الابيض اللي فاضل ده فراغات. فلو جينا بصينا شمال الخريطه اللي هي اسماعيليه قبل الحرب هنلاقي انها مش زي يمين الخريطه اللي هي اسماعيليه اللي بعد الحرب. اسماعيليه اللي قبل الحرب اللي هي على الشمال تحت صممها المهندسين الفرنساويين، وكانوا عايزينها تبقى هي مركز اداره قناه السويس. كان المخطط الاولي بتاعها بيتكون من 5 احياء، 4 احياء سميناهم الاحياء الافرنجيه وحي واحد عربي. وعشان كده بقى الحي اللي انا كنت ساكنه فيه كان اسمه حي لافرانك. كان المخطط بتاع كل حي عباره عن مخطط محوري في شوارع رئيسيه بتتقابل في ميدان عام في النص بجنينه في النص، وانا كنت ساكنه هنا. اسماعيليه بقى اللي بعد الحرب عباره عن احياء اتعملت في وقت قليل، لانهم بعد ما هجروا الناس بعد الحرب كانوا عايزين يجيبوهم تاني بسرعه، فافرقوا الاراضي على الجمعيات والجهات المختلفه، فكل حي طلع لوحده ملوش صله او علاقه بالحي التاني اللي جنبه. اسماعيليه بقى بتاعتي اللي انا بحبها وبحب ارجع لها واتفسح فيها هي اسماعيليه اللي على الشمال مش اسماعيليه اللي على اليمين. ولقيت ان كل الناس اللي بسالهم على اسماعيليه زي بيحبوا دي مش دي. المهم، بعد ما حللت اسماعيليه اللي على الشمال واللي على اليمين قلت بس هو ده مشروع التخرج بتاعي. انا هخلي اسماعيليه اللي على اليمين اللي هي بعد الحرب تشبه اسماعيليه اللي على الشمال اللي احنا كلنا بنحبها. بس هو ليه برضه اسماعيليه اللي على الشمال احلى من اسماعيليه اللي على اليمين؟ لما حللت معماريا وعمرانيا اسماعيليه اللي قبل الحرب لقيت انها فيها الخصائص والمكونات الاساسيه بتاعه التخطيط العمراني او الاليمنتس اوف اربن ديزاين. اللي هي ايه؟ هنبدا من الصغير للكبير. اول حاجه المبنى اللي لما بيتحط مع المباني اللي جنبه في تشكيل معين بيعمل لنا المكون الثاني اللي هو البلوك. البلوك ده ممكن يتكرر في الحي
وعشان اقدر اوصل للبلوك وللمبنى لازم يبقى فيه شبكة من الشوارع الرئيسية والفرعية، وده ثالث مكون اللي هو الشارع. رابع مكون بقى واللي الشارع يعتبر جزء منه هو البابليك سبيس او الفراغ العام المفتوح اللي ممكن يكون ميدان او ساحة او جنينة عامة في النص. مش بس التخطيط مهم يا جماعة في الاحياء والمدن، بس كمان الخدمات زي الفرن، السوبر ماركت، المدارس، المحلات الى اخره. وفعلا مسكت حي من احياء اسماعيليه القديمه الاسماعيليه اللي بعد الحرب وحللته معماريا وعمرانيا وعملت انترفيوز مع الناس او حوارات مع الناس واخدت صور، وبعدين عملت بروتوتايب او نموذج للحي ده في المقومات بتاعه التخطيط العمراني لكن في التاتش او اللمسه بتاعت اسماعيليه القديمه عشان حتى ينتمي للمدينه من غير ما اهد المباني الموجوده، عشان انا كان هدفي اني اصلح الموجود واظبطه معماريا وعمرانيا مش ان انا اهده. ده حي الشيخ زايد، اسمه حي الشيخ زايد اللي انا خدته بعد اللي هو الحي اللي بعد الحرب اللي انا طبقت عليه النموذج بتاعي. ده شكل، ده زوم ان للحي من جوجل ايرث فيو برده قبل الديزاين، وده الابيض واسود بتاعه عشان المبني مش من المبني بان، وطبعا زي ما احنا شايفين كده في فراغات كتيره اللي هي الابيض دي. وده الحي بعد الديزاين او بعد التصميم. فبنبص نلاقي في التصميم ان في ان انا حطيت شبكه من الشوارع الرئيسيه والشوارع الفرعيه. الشبكه دي واضحه وعارفين نقراها وبتوصل لبلوكس او البلوكس اللي انا زودتها على المباني الموجوده اصلا اللي هي الاي شيب او الايت شيب. زودت ربطت مباني، اقترحت مباني ربطتها بالمباني الموجوده فعملت بلوكس متحدده بشكل افضل. وبعدين لكل بلوك عملت بابليك سبيس او جنينه او ساحه لكل بلوك لوحده اللي هي معموله بالاخضر، وبعدين في النص في جنينه كبيره عامه بتخدم على الحي كله. طيب كل اللي انا حكيته ده حلو، بس ما ردش على السؤال. السؤال اللي مش بيقتصر على اسماعيليه القديمه، هو احنا ليه بنحب احياء عن احياء ثانيه؟ وايه اللي بيخلي احياء انجح من احياء؟ الاجابه بتكمن في حاجتين، البابليك سبيس او الفراغ العام والاربن فساد او الواجهه العمرانيه. البابليك سبيس كوصف للفراغ انا لسه شرحها حالا، بس هي ليه مهمه؟ هي مهمه لاننا بنكون متساويين فيها. يعني انا مثلا لما كنت بنزل الصبح من مصر الجديده اروح اي سي كنت بقابل البواب اللي تحت البيت والبنات اللي بيشتغلوا في المحل اللي تحت البيت، واعدي الشارع اجيب الخضار من الراجل بتاع الخضار، واروح على الناصيه اقابل عم كاسب اللي هو صاحب الكشك. فبالتالي كلنا في الشارع او الجنينه او الساحه زي بعض، مفيش فينا حد ليه فيها اكتر من التاني. في الموقف ده كمان بينشا ما بيننا نوع من انواع الثقه لاننا بنتكلم وبنعمل حديث، فبنحس اكتر بالانتماء للحته او الحي لما بنثق في بعض. طبعا طيب البابليك سبيس وفهمناها، ايه بقى الاربن فساد او الواجهه العمرانيه؟ كلمه فساد جايه من فيس، وجه يعني، والاربن فساد هو عباره عن واجهات المباني جنب بعضها. فلو حطينا واجهه جنب واجهه جنب واجهه هيعمل لنا الاربن فساد بتاعنا. حته الاربن فساد دي مهمه قوي يا جماعه، لان مش اي واجهه تنفع جنب اي وجه، لان كل واجهات المباني مع بعض دي بتغلف الشارع، وما ينفعش ان الشارع يبقى شكله مش متناسق. فلازم ارتفاعات وتصميمات المباني يكون محطوط لها اسس ومعايير معينه. يعني مثلا ما ينفعش احط مبنى 20 دور جنبه مبنى 3 ادوار، او ما ينفعش احط مبنى الطابع بتاعه كلاسيكي قوي جنبه مبنى الطابع بتاعه حديث. الموضوع ده اللي هو بتاع المعايير والاسس بيساعد كمان ان يكون في شخصيه او هويه للحي. طيب انا هطبق الكلام اللي انا قلته ده على 3 احياء، وانا اخترت الثلاث احياء دول بالذات عشان انا حبيتهم وعشت فيهم وعارفاهم. هناخد حي لافرانك في اسماعيليه، وكوربا في مصر الجديده، وميد تاون مانهاتن في نيويورك سيتي. دي الحدود بتاعه كل حي، ده المبنى اللي في كل حي، وده البلوك اللي في كل حي، ودي الشوارع،
ودي الشوارع والجناين او الاماكن العامه، وده اللي بيكون البابليك سبيس. اللي ادى بقى الحياه للحي ده الكومبينيشن او الكوكتيل بتاع البابليك الاربن فساد اللي هو الواجهه العمرانيه مع البابليك سبيس، البابليك لايف اللي هي الحياه العامه اللي في البابليك سبيس. احنا للاسف يا جماعه ساعات لما بنيجي نعمل احياء او مدن جديده بننسى خالص موضوع الحي بمعناه الحقيقي والبابليك لايف او الحياه العامه اللي موجوده في البابليك سبيس. احنا اول حاجه قبل ما نيجي نعمل احياء جديده او مدن جديده محتاجين نبص الاول على القديم الموجود لو في حاجه تتصلح ونشوف نقدر نصلحه ازاي. ولو هنيجي نبني مدن او احياء جديده نبص على القديم الحلو الناجح اللي بنحبه ونشوف احنا بنحبه ليه ونتعلم منه. ولو هنبني مدن جديده نجيب من على الشمال وابوس ايديكم كفايه انا بقى مدن من على اليمين. ميرسي.